أهلا بكم. إذن هذا هو ضيفنا عبد العزيز الدويش بشغفه للتدريب والإلقاء وكذلك القيادة من خلال مدرسته التي صقلت هذه الموهبة وحاولت دائما أن توفر للطالب عبد العزيز كل ما يريد من أجل أن ينمي هذه المهارة. رحبوا معي بضيفي عبد العزيز الدويش. ورحب بك يا عبد العزيز، حياك الله معنا في عين التعليم. الله يبقيك، أهلا وسهلا فيك، الله يسلمك. كيف أمورك؟ والله الحمد لله بشرك. كيف الدراسة معكم؟ الحمد لله ماشي بإذن الله. أنت في أي سنة؟ أنا في صف ثالث ثانوي. ما شاء الله. في مدارس الأرقم الأهلية. ما شاء الله. اكتشفت ان عندي حب للعديد من المهارات، والله نحاول ان شاء الله ننميها باذن الله بحيث انها تعزز ان شاء الله العديد من المزايا في شخصيتنا ان شاء الله. طيب عبد العزيز، من متى بديت في التدريب؟ او عطني اول دوره اخذتها مرت عليك ممكن في حياتك. اي انا اكتشفت حبي للتدريب وشغفي في التدريب ممكن من قبل 3 سنوات. في الصف الاول الثانوي كنت حاضر دوره تدريبيه في احد المواضيع عن الثقه بالنفس والتنميه البشريه. كانت هي اول دوره لك؟ كانت اول دوره لي احضرها. اي انا حضرت الدوره، شفت اللي يدربنا فقلت ليش انا ما اكون مكانه. حسيت اني وجدت نفسي في مجال التدريب، حسيت اني لا انا المفروض اكون مكانه. حلو. واخذ الدور اللي هو قاعد يعطيني اياه. فبديت والله ابحث في عن النت، في اليوتيوب مقاطع بسيطه للتدريب، كيف تكون جميل. مدرب ماهر. وتفاجأت سبحان الله من حاسن الصدف ان في اصلا تزامن يعني مع شغفي في التدريب، ان عندنا في المدرسه برنامج اسمه فرسان التدريب، انه يأهل المتدربين لكي يصبحوا مدربين. جميل. فبحثت عن هذا الدوره التدريبيه والتحقت فيها في المدارس عندنا. هي كانت تقريبا على ترم كامل، ممكن شهرين، اسبوعيا مرتين. فكنا ننزل، كان يدربنا المدير في مركز التدريب، مدير مركز التدريب عندنا في المدارس، فكان هو عنده شهادة TOT اللي هي شهادة التدريب المعتمدة، شهادة دولية. جميل. فأعطانا الله يجزاه خير مشكورا الكم الكبير اللي أهلنا أن نكون مدربين ونخطئ لخطواتنا في التدريب. كانت أول دورة في إيش؟ في التنمية البشرية، في ثقة بالنفس وإلى ولعل الثقة بالنفس اللي خلتك تكون عندك ثقة وجرأة أنك ممكن تكون في يوم من الأيام مكان هذا المدرب. أي والله، هو بعد بالإضافة إلى الحب، حب التدريب. يعني وجدت نفسي في التدريب فقلت إن شاء الله لازم أني أكون مكان هذا المدرب. أخذت دورات في الإلقاء؟ نعم، أخذت العديد من دورات في الإلقاء. لدي كذا شهادة في الإلقاء، وشاركت في النادي الأدبي بالرياض في مسابقة إلقاء وتأهلت فيها. وتشرفت بتقديم العديد من محافل وزارة التعليم على مستوى المدارس وعلى مستوى المنطقة. أول دورة ألقيتها على الطلاب؟ أول دورة ألقيتها على الطلاب ممكن في الصف الثاني ثانوي. بعد أنا بديت البرنامج في الترم الثاني من الأول ثانوي. جميل. وبعد ما أنهيته تواصلت مع مركز تدريب عندنا بحيث أني أعطي دورة من إعدادي كاملا. جميل. الحقيبة التدريبية وإلى آخره. فكانت انطلاقتي من ثاني ثانوي الترم الأول، أول دورة عديتها للطلاب شخصيا. طيب وصف لي بس مشاعر ليلة إعدادك للدورة، كيف أعديتها؟ أول ساعة قضيتها مع الطلاب؟ للأمانة الاستعداد قبل الدورة كان يعني مشاعر مختلطة. جميل. بين الفرح إنها أول مرة أني أبغى أطلع أدرب، وبين أني أحقق الشيء اللي كنت أنا أبغاه، وبين التوتر. وهو بداية مشوار. صحيح. وبين التوتر والخوف البسيط، بحيث انك اول مره تطلع تقابل جمهور كبير. والتدريب يختلف عن الالقاء، ان التدريب في اكثر اختلاط مع الجمهور، انك بينهم، ما انت على زي الالقاء، ما انت في زاويه وعلى مسرح وتلقي منه. وعندك نص معين تلقيه وبعده لا احد يسالك ولا احد يناقشك، وكلام محفوظ. التدريب كلام من عندك. لازم اول شيء انك اصلا الشيء اللي تبغى تدرب فيه لازم تاخذ عنه فيدباك كويس، ولازم تاخذ عنه يعني معلومات وفيره بحيث انك توصل المعلومه للمتدربين عندك بعد. فاول مره كانت مشاعر مختلطه الامانه. وبعد ما انتهت الدوره وش كانت الانطباعات؟ بعد ما انتهت الدوره الامانه يعني حط بايجابيه وتفاؤل بسبب التعليقات اللي جتني من الطلاب ومدير مركز التدريب. تعليقات ايجابيه، كانوا يقولون اني عندي الشخصيه المطلوبه، واني قدرت الحمد لله اوصل لهم اللي فعلا انا كنت ابغى اوصل لهم. بعدها اصبحت مدرب معتمد في المدرسه؟ بعدها اصبحت مدرب معتمد فقط في المدرسه. ونطمح ان شاء الله نكون نطلع المدرسه باذن الله. طيب خليني اتكلم عن المهارات اللي ممكن قد تكون اضافتها على عبد العزيز.
إلقاء الدورات، كونك مدرب، وحصولك على كثير من هذه الدورات، وش بيتغير عند عبد العزيز؟ بلا شك التدريب شيء مهم ويضيف الكثير، يضيف الكثير والكثير بعد. أضاف لي الأمانة قدرة على أني أخاطب كم كبير من الجماهير، أني أختلط معهم، أني أوصل فكرة أنا أبغاها، يكون عندي موضوع أو هدف أنا أسعى له وأوصله لهم. وأضافت لي الأمانة يعني أشياء عديدة وكبيرة. في تخصص معين يأمل أن يدخله عبد العزيز؟ للأمانة التخصصات أنا أميل للجانب الإنساني، كدراسة القانون أو العلوم السياسية أو كان حتى الإعلام. والله الموفق إن شاء الله. يمكن الإعلام شوي يعني. ممكن إن شاء الله. طيب، وش هل ممكن يكون رغبة عبد العزيز في التدريب تتنافى أو تكون مشكلة أو تسبب له إشكالات في التخصص القادم؟ بالعكس، انا اشوف ان بالعكس مهارة التدريب تضيف لي في تخصص قادم ايا كان، وش ما كان التخصص بالعكس تضيف له، لان شيء يعني انا اشوف ان اي واحد سواء في المجال العملي او المجال الاكاديمي يحتاجه، انه كيف ممكن يسال اساس سؤال، كيف انه يسال الدكتور في المحاضره ان شاء الله في الجامعه، يسال سؤال يوجه له فكره عنده، كيف انه يخاطب الجمهور، يخاطب الطلاب، يخاطب الدكتور زي ما قلت. بالعكس تضيف ما تتنافى. هل الدورات ممكن تكسب الشخص مهارات في فن الجذب والاقلاع والاقناع عفوا في افكار قد يتبناها الشخص؟ هو الدورات عديدة، يعني في دورات مثلا في جانب التنمية البشرية، عندنا دورات في جانب مثلا التدريب مثلا عن مادة أو شيء معين، فبالعكس طبعا الدورات تضيف للشخص جزء هائل، وأنا أشوف أنها تضيف أكثر من الأشياء النظرية لأنها تطبيقية شوي، فيها جانب يعني أخذ وعطى زي ما يقولون. طيب عبد العزيز، حدثني عن الأهل، كيف يدعمونك كإنسان طموح يأمل أنه في يوم من الأيام يكون مدرب معتمد؟ هو الفضل لله سبحانه وتعالى أولا، وثانيا للأهل والأسرة، الوالد والوالدة مشكورين ما قصروا، يدعمونا في هذه المجالات ويوجهونا وما نخلع يعني من نصايحهم وتوجيهاتهم. جميل. طيب أنا خلني أتحدث عن الطموح، مثل ما فتحت الباب قبل شوي وقلت لك كطموح عند عبد العزيز، حدثني عن نظرة عبد العزيز لمستقبله، وش طموحه ممكن يكون في المستقبل إذا كان في شيء واضح بالنسبة له يحاول أنه في يوم من الأيام يصل إلى هذا الطموح؟ تعني مهنة مستقبلية يعني في مجال أيا كانت، أعطني أي اللي رسمت لها أنت الآن، سواء كانت مهنة أو مشروع أو هدف معين تريد أن تصل إليه. للأمانة يعني الواحد أهدافه ما تنتهي، لكن للأمانة عندي تصور مبدئي عن مهنة المستقبل أن يكون موظف في وزارة خارجية دبلوماسي، سواء في سفارة أو في شيء من هذا القبيل. نصيحة توجهها للشباب بحكم أنك مدرب في مدرستك، توجهها للشباب بشكل عام أقرانك؟ لما أنا أوجه لزملائي الطلاب يشاهدوني الآن أنهم يستغلون أنشطة الخارجية في المدرسة، تعزز الكثير من الجوانب لديهم وتنمي مزايا كبيرة في الشخصية، وتكون سبحان الله بوابة لهم، بوابة لانطلاقتهم، يعني أنهم يكتشفون نفسهم من هذه الأنشطة ويستفيدون منها على أكبر وجه يقدرون عليه. إذن عبد العزيز الدويش المدرب المعتمد في مدرسته بإذن الله تحقق طموحك، ونشاهدك في يوم من الأيام مدرب معتمد على مستوى المملكة، وربما أيضا أو بإذن الله على كالتحقيق لمستوى على مستوى العالم. يعطيك العافية عبد العزيز. الله يعافيك، شكرا. إذن خلونا بس نذكركم أعزائي المشاهدين بوسائل التواصل الاجتماعي والتي تظهر أمامكم على الشاشة.